بكم في هذا الإصدار الخاص من الصحافة العالمية اليوم الثلاثاء 13 أغسطس. نستعرض فيه أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العالمية عن تطورات الأوضاع في مصر. البي بي سي: السلطات المصرية تؤجل فض اعتصامات أنصار مرسي. الحياة: مصر: الإخوان يوسعون احتجاجهم والحكم ماض في خريطة المستقبل. القدس العربي: البلتاجي: المخابرات الحربية هي الطرف الثالث ومرسي مخطوف ويرفض الاستقالة. الشرق الأوسط: تمديد حبس مرسي 15 يوما، والجيش المصري يستعد لضربات جديدة في سيناء. أنصار الرئيس المعزول يستعرضون قوتهم في الشوارع. وأخيرا موقع محطة ABC: الجيش الإسرائيلي يسقط صاروخا بالقرب من الحدود المصرية. شكرا لمتابعتكم.